هيا بنا أيها الرائعون لحل مسائل حياتية. مثال رقم 3، مع سامح 500 دينار، وقد أراد شراء جهاز حاسوب بمبلغ 415 دينار وبعض اللوازم بمبلغ 17 دينار، هل يكفي ما معه من النقود لشراء ما يريده؟ هلأ بدنا نبلش بالقسم الأخير، إنه كيف بدي أحل أي مسألة حسابية باستخدام النقود. عندي مثال رقم 3، مع سامح 500 دينار، وقد أراد شراء جهاز حاسوب بمبلغ 415 دينار وبعض اللوازم بمبلغ 17 دينار، هل يكفي ما معه من النقود لشراء ما يريده؟ أول إشي، لأي مسألة حسابية لازم، أو لأي مسألة حياتية أو حسابية لازم تحتوي على معطيات ومطلوب. من السؤال لازم تطلعوها. المعطيات شو فهمتوا من المسألة؟ المطلوب شو المطلوب من المسألة عشان نقدر نحل؟ هلا في عندي إنه مع سامح 500 دينار، وقد أراد شراء جهاز حاسوب بمبلغ 415 دينار وبعض اللوازم بمبلغ 17 دينار. إيش فهمتوا؟ إذا لهون مع سامح 17 دينار، هذا بنسميه المعطيات. هل يكفي ما معه من النقود لشراء ما يريده؟ هذا شو بسميه؟ هذا المطلوب اللي بدنا اياه. تمام؟ هلا طريقة الحل. عندي أول إشي سامح. سامح معه 500 دينار. هلا سامح بده يروح على السوق، بده يشتري شغلتين، جهاز حاسوب ومبلغ الجهاز الحاسوب 415 دينار، وإيش؟ وبعض اللوازم. بعض اللوازم سعرها 17 دينار. هلا ملاحظة، لازم تجمعي الدينار مع الدينار والقرش مع القرش، بس ما في عندي قروش في هاي المسألة، إذا بدي أجمع الدينار مع الدينار. هلا أول إشي بدي أحسب أنا إيش؟ بدي أحسب المبلغ المطلوب للشراء. وين بدي أحسبه؟ بدي أحسبه جهاز الحاسوب بجمع مع بعض اللوازم. هلا إذا أول إشي أنا بدي أحسب المبلغ المطلوب للشراء، شو هي؟ اللي هو يساوي عملية جمع جهاز الحاسوب قديش مبلغه زائد بعض اللوازم. يعني عندي 415 بدي أزيد لها 17 دينار، شو طلع معي؟ طلع معي 432 دينار. هلا المطلوب شو طالب؟ هل يكفي ما معه من النقود لشراء ما يريده؟ إذا الطريقة الثانية أو الإشي الثاني اللي بدي أحسبه، بدي أشوف، بدي أحسب هل يكفي المبلغ أو لا. كيف؟ عن طريق عملية طرح. طرح إيش؟ المبلغ اللي مع سامح الموجود ناقص المبلغ اللي أنا هلأ حسبته، المبلغ المطلوب للشراء، المبلغ المطلوب للشراء. قديش المبلغ الموجود مع سامح؟ 500 دينار ناقص 432 بيطلع قديش؟ 68 دينار. إذن بحكي نعم يكفي المبلغ ويبقى معه
68 دينار.